أهلا بكم إلى حلقة متجددة من متابعات إخبارية، حيث نرصد أخبار كورونا في عوالم الأبحاث العلمية والسياسة والاقتصاد والرياضة. والبداية ببيان وزارة الصحة اليومي عن رقم الإصابات والتعافي في دولة الكويت. فقد أعلنت وزارة الصحة مشاهدينا لهذا اليوم عن تسجيل 698 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 96999 إصابة. أما بالنسبة مشاهدينا لحالات التعافي والتشافي فقد بلغت لهذا اليوم 968 حالة تعافي ولله الحمد، ونلاحظ هنا الارتفاع اليومي في أرقام التعافي لهذا اليوم، ليكون الإجمالي المتعافين 87187. أما بالنسبة لحالات العناية المركزة مشاهدينا فقد بلغ عددهم 93 حالة، وحالات الوفاة لهذا اليوم سجلت وزارة الصحة 3 حالات وفاة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 571 حالة وفاة. إنا لله وإنا إليه راجعون، وعظم الله أجر ذويهم. إذن مشاهدينا، إجمالي من يتلقون العلاج من كوفيد-19 في البلاد عددهم 9241 حالة، نسأل الله لهم السلامة جميعا. أما بالنسبة لتوزيع الإصابات بحسب المناطق الصحية مشاهدين، فقد تصدرت القائمة منطقة الأحمدي الصحية بعدد 171 حالة بنسبة 24%، 168 حالة في منطقة حولي الصحية بنسبة 24%. أما في منطقة الفروانية الصحية مشاهدين فقد بلغ عدد مصابيها 138 إصابة بنسبة 20%. أيضا في منطقة العاصمة الصحية مشاهدين بلغ عدد مصابيها 137 إصابة بنسبة 20%. وأخيرا في منطقة الجهراء الصحية فقد بلغ مصابيها 84 إصابة بنسبة 12%. قالت سلطات ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم أن الزيادة اليومية للإصابات في ملبورن تراجعت أكثر، مما يضعها في طريقها لتخفيف الإغلاق الصارم الممتد في المدينة بحلول نهاية الشهر الجاري. وأوضحت السلطات الصحية أن متوسط الحالات على مدى الأسبوعين الماضيين في ملبورن أكبر مدن الولاية انخفض إلى أقل من 50، وهو المعيار الذي ستبدأ الولاية بموجبه تخفيف القيود الصحية. وقد حددت الولاية هدفا أكثر صرامة يتمثل في 14 يوما بمتوسط 5 حالات لرفع حظر التجول الليلي وإعادة فتح المزيد من الشركات في ملبورن اعتبارا من 26 من أكتوبر. تايمز شملت أكثر من 1600 كلية وجامعة أمريكية عن 88 ألف حالة إصابة لكوفيد-19 على الأقل، و60 حالة وفاة على الأقل منذ بدء الوباء، معظمها لموظفين جامعيين. تراجعت صورة الولايات المتحدة حول العالم إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق بسبب طريقة استجابتها لجائحة كوفيد-19 وفقا لاستطلاع جديد نشره مركز بيو للأبحاث، فيما أعطى معظم الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع درجات عالية لمنظمة الصحة العالمية، والتي غالبا ما تنتقدها حكومة الولايات المتحدة. أبلغت هيئة الصحة الصينية عن 12 حالة إصابة مؤكدة جديدة لكوفيد-19 في جميع أنحاء البر الرئيسي خلال 24 ساعة الماضية، وجميعها حالات قادمة من الخارج. وبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي 85214 حالة، بما في ذلك 143 مريضا ما زالوا يتلقون العلاج، ومع عدم وجود حالات خطيرة. وأوضحت السلطات الصحية الصينية أن ما مجموعه 80437 شخص غادروا المستشفيات بعد شفائهم، وتوفي 4634 شخص بسبب المرض في البر الرئيسي.
أعلنت السلطات الألمانية أن ارتفاع فيروس كورونا كوفيد 19 في منتجع سياحي في بافاريا قد يكون أقل مما كان متوقعا، وتعقبت السلطات المحلية حاليا أكثر من 30 شخصا يشتبهون في إصابتهم بسبب مخالطة لشخص تجاهل إجراءات الحجر الصحي. يذكر أن نظام الرعاية الصحي القوي والاختبار الواسع ساعد ألمانيا على تسجيل عدد أقل من الوفيات المرتبطة بكوفيد 19 مقارنة بالعديد من البلدان الأوروبية الأخرى. اختتم برنامج اختبار المجتمع العالمي الذي أجريت بموجب اختبارات لحوالي 2 مليون عينة الذي استمر 14 يوما، حيث تم رصد 32 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد 19 وفقا لحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وقال حزب الشعب الجمهوري أن الحالات الجديدة المؤكدة البالغ عددها 32 حالة تشمل 13 حالة بدون أعراض، مما يدل على أن الفحص الجماعي ساعد في تحديد حاملي الفيروس الصامتين وقطع سلسلة الانتقال في المجتمع. وقالت الهيئة أن من بين 87 من المخالطين الوثيقيين للحالات 32 الجديدة تم تأكيد إصابة 5 حالات بفيروس كوفيد 19، وهناك احتمال العثور على المزيد من المرضى مع استمرار أعمال التتبع. كان نظام الاختبار البريطاني لكوفيد 19 يئن تحت وطأة محاولات آلاف الأشخاص بمن فيهم المسعفون لحجز مواعيد لإجراء الاختبار، وهو ما يشكل تهديدا محتملا للخدمات الصحية الرئيسية، حيث قالت الحكومة أن الأمر قد يستغرق أسابيع لحل المشكلة في محاولة لإبطاء واحدة من أعلى حصيلة وفيات كورونا في الغرب. وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون في شهر مايو الماضي بإنشاء نظام عالمي لاختبار وتعقب الأشخاص المعرضين للفيروس، لكن موقع الحكومة الإلكتروني لحجز موعد الاختبار تعرض للعطل بسبب كثرة الطلبات، وهو ما جعل وزير الصحة البريطاني يؤكد السعي لإصلاح ما قال إنها تحديات تشغيلية في نظام الاختبار، وأنه قد يستغرق الأمر أسابيع لحل المشكلة. قد يكون جهاز قياس التنفس الذي تم اختراعه للكشف عن الماريجوانا في أنفاس السائقين قادرا على تحديد كوفيد 19 في أنفاس ناشري عدوى فيروس كورونا، وفقا لشركة تصنيع الجهاز ومقرها كاليفورنيا. من بين 50 شخصا تم اختبارهم في كاليفورنيا في المرحلة الثانية من اختبارات الشركة، ثبت أن 30 شخصا إيجابيا باستخدام مسحة الأنف وهي وسيلة الكشف القياسية، وثمانية ثبتت إيجابيتهم باستخدام جهاز قياس الكحول. وأجريت المرحلة الأولى من الاختبار بالشراكة مع إدارة الصحة بولاية نيويورك في أحد المستشفيات، وتم اكتشاف كوفيد 19 في أنفاس مريض واحد من أصل 14. الأنباء عن الآثار الجانبية الخطيرة لأحد المشاركين في تجربة لقاح كوفيد 19 التابع لشركة أسترازينيكا أدت إلى انسحاب بعض المتطوعين في تجربة لقاح شركة جونسون أند جونسون في إسبانيا، لكن وجود عدد كاف من المتطوعين الاحتياطيين سمح بالاستمرار في التجارب السريرية. وبدأت وحدة جانسن البلجيكية التابعة لشركة جونسون أند جونسون تجارب المرحلة الثانية من لقاح كوفيد 19 في إسبانيا على 190 شخص، على أن تنتهي في 22 من سبتمبر الجاري، كما يتم إجراء التجارب في هولندا وألمانيا، وقد بلغ مجموع المشاركين فيها 550 مشارك. قال وزير الصحة الألماني أن التطعيم في بلاده ضد كوفيد 19 سيكون اختياريا وتطوعيا، حيث تحتاج ألمانيا إلى تطعيم 55-65% من السكان لتحقيق ما اسمه مناعة القطيع. وحول اللقاح الروسي أكد وزير الصحة الألماني أن هناك حاجة لمعرفة المزيد، لأنه لا توجد شفافية كاملة وحقيقية، وهو نفس الموقف إزاء اللقاح الصيني. وإذا تم إنتاج لقاح آمن وفعال بمختبر جيد في مكان ما بالعالم، فستقوم ألمانيا بكل ما يلزم للحصول عليه بشرط أن يكون آمنا وفعالا، وليس مهما أن تكون أول من يحصل عليه، مشيرا إلى أنه سيكون هناك لقاح متاح بحلول نهاية عام 2020.
نظم المعلمون في بلباو الإسبانية إضرابا لمدة يوم واحد احتجاجا على طريقة استجابة حكومة إقليم الباسك لأزمة التعليم في ظل جائحة كوفيد 19 وللمطالبة بزيادة المعلمين وموظفي النظافة في المدارس بعد أن أغلقت السلطات مدرسة ابتدائية في المنطقة إثر إصابة العديد من المعلمين بكوفيد 19. وتعرضت الحكومة لانتقادات شديدة لوضعها خططا للصحة والسلامة في اللحظة الأخيرة، لكن وزيرة التعليم قالت إن إعادة الافتتاح تمت بشكل جيد للغاية، حيث تم اكتشاف حالات في بضع عشرات من الأماكن فقط. يذكر أن الطلبة في إسبانيا عادوا إلى الدراسة بعد إغلاق دام 6 أشهر، مما أثار مشاعر الارتياح ولكن أيضا مخاوف بشأن المزيد من العدوى في بلد يوجد به معظم الحالات في أوروبا الغربية. عمال قطاع الجنازات في جنوب أفريقيا غاضبون، فخرجوا في مظاهرات ونفذوا إضرابات بسبب تغيرات في مجموعة من الإجراءات واللوائح التي أقرت في أعقاب جائحة فيروس كورونا، والتي يقولون أنها تجعل من الصعب على المؤسسات الصغيرة لتنظيم الجنائز المملوكة لسوق العمل، فيما تمنح الامتيازات للمؤسسات الكبيرة. الإضراب ترك العائلات الحزينة في جنوب أفريقيا تبحث عن من ينظم جنائز أقربائها المتوفين. وفي أول رد على إضراب موظفي تنظيم الجنائز، حذرت وزارة الصحة من أن الإضراب يشكل خطرا على الصحة العامة في بلد به أكثر من 650 ألف حالة إصابة مؤكدة بالفيروس وحوالي 15500 حالة وفاة. قال رئيس الوزراء الفرنسي للبرلمان إن الحكومة الفرنسية ستسدد 30 مليون يورو من تكاليف الرواتب لشركات العبارات الفرنسية المتضررة من أزمة فيروس كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعانت شركات الشحن البحري من انخفاض حركة المرور من وإلى بريطانيا بسبب إجراءات الحجر الصحي وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأوضح رئيس الحكومة الفرنسية أنه تقرر سداد جميع تكاليف رواتب شركة السفن للسنة المالية 2021، وهو ما يمثل التزاما بحوالي 15 مليون يورو، مضيفا أنه سيتم تقديم مبلغ معادل لشركات العبارات الأخرى. خسائر السياحة في العالم هذه السنة تفوق 500 مليار دولار بسبب كوفيد 19 وما تسبب فيه من إغلاق وحظر وحجر وعزل، والتعويضات لا يمكنها أن تغطي كل الخسائر، ما يعني أن آثار كورونا ستستمر لسنوات عديدة حتى بعد التوصل إلى لقاح. فعالم ما بعد كورونا لن يكون كما قبله. دمتم بخير، في أمان الله.